تفضل أخونا الكريم من السويد. تفضل من السويد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. منذر مو منذر ولا أنا غلطان؟ منذر. يعني حياك الله أخونا الحبيب منذر. حياك الله. حياك الله يا طيب. يعني هي يعني عموما هاي الأفكار اللي طرحتوها يعني القرآن والحديث في نلاقي فيها أجوبة. يعني بصحيح مسلم والبخاري لقيت الحديثين اللي راح أذكرهم. تفضل. وفي آيتين يعني تذكر تحل المشكلة. تفضل. أول شيء راح أبلش بالآيات القرآنية. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا الأمر الشورى أنه وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. هذا يا أمر، هذا يا أمر تقصد أمر التنصيب؟ أمر التنصيب؟ أي بالنسبة للتنصيب، إنه خلاص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا يعني حسب ما فهمت من العلماء كان الأجدر بالرسول صلى الله عليه وسلم إنه ما يولي من بعدك حتى ما تصبح سنة. أوقف أوقف. لا 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 لحظة. وحدة وحدة. خلينا من الآية الأولى لنعبرها. الآن تقولت وأمرهم شورى بينهم. هل النبي أو الصحابة فسروا هذه الآية وقالوا إنه هذه الآية هي في الحكم ونستخدمها في الحكم؟ تفضلتين المصدر. هلا حسب تفاسير الطبري اقرانا الطبري وغير الطبري. تفضل اقرانا، احنا قابلين. تفضل. الامر بشكل عام حتى بالحرب حتى بالصلاة حتى لا لا لا, لا هي شوف اخونا منذر احنا سبق ان ناقشنا هذا الموضوع و22 يوم انه هي ثلاث امور: امر بطلاق عائشة، وأمر في الحرب، ومشاكل حرب، وهاي مال الخندق ما أعرف إيش، بس ما في لا حكم ولا هاي. وأنا تعديت الأرض كل الأرض. نعم سيدنا أن يأتوا. تفضل سيدنا. طيب يقول إنه الذين استجابوا لربهم أمرهم شورى بينهم ويقول وشاورهم في الأمر. هذا الأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور بتطبيقه أم لا؟ ما فهمت سؤالك. الأمر هذا الأمر الذي تقول أمرهم شورى. أمرهم شورى والذين استجابوا. يقول النبي مأمور بتطبيقه ولا لا؟ لما كان يعني لما يكون الرسول موجود وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. طيب النبي شاور فيه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمل بهاتين الآيتين وشاور في الحكم واستشار أصحابه من يكون الخليفة من بعده وعين كما فعلوا صحابه. لا. طيب إذن أن أفهم كتاب الله من رسول الله صلى الله عليه وآله. أحسنت سيدنا. يعني هاي الآية يعني لما كان الرسول موجود صلى الله عليه وسلم، هاي الآية نزلت به في قضايا الأمة. أخي النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرض 6 أيام إلى 7 أيام. زين. وبقي طيب. من الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، توفي يوم الاثنين وهو يعلم أنه سيموت ونعى نفسه وإلى آخره. لماذا لم يعمل بهذه الآيات ويستشير الصحابة ويشاورهم ويختاروا خليفة؟ أم أنتم أفهم لكتاب الله من رسول الله؟ يعني أنا حسب ما فهمت من العلماء، وهذا يعني النظرة أقرب للواقع، أن الرسول لو اختار إنسان منه ومن نفسه فراح يكون بمقام النبي، بمقام يا أخي. يعني لما أقول لك اختار أقول لك لماذا لم يطبق آية الشورى كما طبقوها في سقيفة بني ساعدة واختاروا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختار، ما دام إن الأمر شورى يختار في وجوده ويقطع نزاع القوم؟ ليش تصير شيعة وسنة وقتلوا سعدا وسعد بن عبادة والأنصار وغيره؟ ليش؟ النبي مأمور، والشورى هي مناط اختيار الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وآله. لماذا لم يطبقها في حياته؟ ما أتصور كان النبي، يعني حسب قراءتي للكتب، ما أتصور كان النبي، يعني النبي ما يعرف كتاب الله. أنتم أعرف كتاب الله من رسول الله، وأفهم بمراد القرآن وبتفسير. سؤال قاتل والله العظيم، سؤال قاتل. طبق الآية بغير موضعها الآن أسألك سؤال. هذه الآية نزلت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صح؟ صلى الله عليه وسلم. نزل الآيتين نزلتها في حياة النبي صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله مأمور أن يعمل بموجب تلك الآيتين؟
طيب يعني أنت أجب أخي أجب أجب أرجوك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم مأمور، الله أمره أن يعمل بهاتين الآيتين؟ ما فهمت عليك. الله أمره أن يعمل بهاتين الآيتين. أعيد السؤال، أعيد السؤال حتى تفهم. يعني هاتين الآيتين النبي مخاطب بهما، يعني لما الله يقول واركعوا مع الراكعين، النبي يركع ولا ما يركع؟ صوم والنبي يصوم ولا ما يصوم؟ شاور والنبي شاور ولا ما يشاور؟ هذا سؤاله. أحسنت. الآن وين قضى عليك؟ الآن النبي مأمور إخواني، وهاتين الآيتين هما الدستور لاختيار الخليفة، صح؟ صح. لماذا لم يعمل بهذا الدستور رسول الله صلى الله عليه ويختار الخليفة من بعد؟ ليش ما عمل؟ وهو مخاطب بها، وهو مخاطب بها ومأمور بها. سؤال مدمر مزلزل. انا جاوبتك، يعني انا المشكله جاوبتك على كذا مره وترد تعيد علي نفس السؤال. انا قلت لك يعني في مؤشرات. شوف هذا النقط. هذا النقط اسمعني ارجوك، على حسب كلامكم. اذا ناخذ على مؤشرات النبي، اذا بدنا ناخذ على مؤشرات النبي صلوات ربي عليه، اول شيء مثلا كان في واحد امين سر النبي، وكان في واحد قائد جيش النبي، وكان في واحد يعني كان في. هذا مو موضوعنا اخونا والله. هذا خروج عن الموضوع. الان اخواني مشاهدينا الكرام، الايتان هما دستور لاختيار الخليفه الذي يكون خليفه المسلمين. ارجوك هما الدستور. ارجوك تعطيني مجال. ارجوك الايتين هما الدستور لاختيار الخليفه، تنصيب الخليفة. أرجوك أخي، أرجوك لا تقاطعني، خلي أوصل لك الفكرة. الآيتان هما الدستور لاختيار الخليفة عند إخواننا السنة المخالفين. طيب هذين الآيتين هما تقوم عليهما نظرية الشورى التي يقولون بها. طيب النبي صلى الله عليه وآله مخاطب بهاتين الآيتين، مأمور أن يعمل بهما، ويعرف إنهما ماذا؟ هما الدستور لاختيار الخليفة من بعده. لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يطبق هاتين الآيتين في عصره، في وقته، في حياته، ويختار الخليفة في حياته من خلال الشورى؟ يجيب أبو بكر ويجيب عمر ويجيب عثمان وأبو عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة، ويجيب الأنصار وقيس بن سعد وأوس وغيره وغيره، ويقعدون ويختارون خليفة في حياة النبي لأنه مأمور أن يفعل هذا. طيب ويختارون الخليفة ويتفقون عليه، والنبي صلى الله عليه وآله يرحل بسلام، ويكون الخليفة من بعده منصب وجاهز، ولا خلاف ولا أقتلوا سعدا ولا شيعة ولا سنة ولا قتال ولا هم يحزنون. هل النبي خالف القرآن أم أن فهمه لهاتين الآيتين غير فهمكم، وفهمكم باطل، أم فهم النبي باطل؟ تفضل ماذا تقول؟ قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه اختار لكان الإنسان الذي سوف يختار. نحن نتكلم عن اللو، نحن نقول لماذا لم يعمل؟ لم يطبق الدستور، صاحب الدستور لم يطبق الدستور، لماذا؟ طيب أنا جاوبتك، أنا عم أعطيك ما جاوبت، أنت تهرب من الجواب. لو أنا ما أتكلم عن لو، أنا أتكلم عن رجل أنزل إليه قانون وهو مأمور أن يعمل بهذا القانون، لماذا لم يطبق القانون؟ وهو مأمور أول شخص يفعل هذا القانون، ليش ما طبقه؟ أنا جاوبتك. ما جاوبت، والله ما جاوبت، وما تجاوب، وما تجاوب، ولا الذي يأتي بعدك يجاوب، ولا من يأتي أكبر منه يجاوب. يؤمر الأمة يروحوا عنه. ماذا يقول لك يعين رجل؟ يقول لك يعين شورى، مجموعة للشورى، افهم. ما هو انت حتى لو عين النبي مجموعه للشورى، وجوده بين الرجال اللي عينهم راح يتمر بامر. يعني انت اخونا منذر، اخونا الحبيب منذر الصحابه كانوا جالسين امام النبي، منذر يفضل الصحابه بعض اخونا يقول ابو بكر ثم عمر ثم علي. اخونا الحبيب ايه على الكراسي، على الكراسي اخونا منذر. ما يا استاذ منذر، يا استاذ، هو الآن السيد ميثم الله يحفظه يقول له، أنت تقول له لو عين فإنه يصير كذا يصير كذا، ليش يصير كذا؟ هو منهج ودستور قرآني.
النبي يطبق هذه الآية ويعين جماعة والمسلمون يختارون وبالتالي لا يعترضون، لا يصير كذا ولا يعبد من دون الله ولا يصير. ليش؟ لأن النبي عينه صلى الله عليه وآله وسواها شورى وهم اختاروا فيصير شرعي. فالنبي يكون طبق هذه الآية وكل الناس سوت انتخابات وانتخبت. يعني عمر أطلب من النبي حجي وعد لأنه عين ستة للشورى. عاد ليش عمر عين ستة للشورى؟ أخونا ليش عمر عين ستة للشورى وقال انتخبوا بينكم؟ ليش النبي ما عين ستة للشورى؟ طيب أنت تسألني سؤال أنا يعني هو مو موجود الجواب ولا بكتبنا ولا بكتبكم. لا مو عمر عين ستة يقول إذا عين ستة يكون سنة. طيب ليش عمر عين ستة؟ العلماء حسب تحليلات العلماء قالوا إنه على الأغلب النبي صلى الله عليه وسلم ما اختار عشان ما يكون هذا. يا أقول لك يا أخ منذر، أخ منذر، أخ منذر، أدري إحنا أهل السنة والجماعة لو أهل التحليل حسب التحليل والعلماء. شنو تحليل العلماء؟ يعني أنا عالم نمت صحيت بديت أحلل صار دين للعالم؟ لا شلون أنا يسموني أهل السنة والجماعة؟ يعني نحن يعني إذا عدينا هاي الآية أستاذ وعد، نحن إذا عدينا هاي الآية راح نرجع الموضوع رزية الخميس وراح تقولوا إنه النبي وصى نرجع النبي خف عليه الألم. شو اسمه؟ إيه لأن ابن عباس، لأن ابن عباس قال المصيبة كل المصيبة. أنا شو دخلي؟ ابن عباس قال المصيبة كل المصيبة، الرزية كل الرزية، إحنا شو دخلنا؟ صحابي ابن عباس. أستاذ وعد هذا السؤال على كل حال مو هو سؤال الحلقة. نرجع لسؤال الحلقة. أنا يعني أنتوا دخلتوه بالحلقة. سؤال الحلقة هو كان بالنسبة للصلاة عيسى صلوات ربي عليه وراء الإمام المهدي. ففي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح البخاري أول حديث والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل في أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. هذا صحيح مسلم والبخاري. الحديث الآخر شو لا لا لحظه الحديث الاول اعطيك الحديث انا مشان اربطهم ببعض. يلا اسالني شو ما بدك. اربط المهدي مني اجلت جبهه اقنى الانف يملا الارض قسطا وعدلا. هذا كله مقبول ترك احنا مو هذا كلامنا مو هذا لا انتم ليش يعني تحبون تلفوا الدور؟ خليني اربط الافكار تبعي وبعدين اسال. خذ محل الشاهد، خذ محل الشاهد بما يخفونه. طيب الحديثين الحديثين بما يخفونه ما عندهم الجواب في صحيح مسلم ولكن يخفونه. الحديث في صحيح مسلم للجواب على سؤال الحاج وعد، والحديث سني معلوم في صحيح مسلم كما يسمونه ولكن يخفونه او لا يعلمونه. لماذا يصلي يعني الحديث حديث عيسى خلي كمل وليس يا اخ منذر الاخ ابو علي مو هذا مستفسر يعني راى النور بس خلي يكمل. اي وانا ابو علي كمل. شو الحديث رقم 673 يتكلم عن الامامه في الصلاه ويقول اقراهم فان توافق فاعفقهم فان توافق فاعلمهم بالسنه فإن توافق فكذا وكذا إلى أن يقول ولا يؤمن الرجل في سلطانه. يعني لا يستقيم شرعا أن يؤم المسيح عيسى بن مريم بالإمام المهدي إلا أن يكون صاحب السلطان، وصاحب السلطان والإمام المنصب من قبل الله هو الإمام المهدي. فبذلك يستحيل أن يؤم المسيح ابن مريم الإمام المهدي في الصلاة، بل العكس هو الصحيح طبقا لحديث صحيح مسلم. أنا لا أعلم لماذا يخفون هذا الأمر أو أنهم يجهلونه. سني هذا سني 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 هذا وين موجود؟ نعم شو اسم الكتاب؟ 673 في صحيح مسلم. سني 673 في صحيح مسلم. صحيح مسلم يا بس صحيح مسلم سني 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 لا مو العالم شنو صحيح مسلم ايه مسلم منه كتاب سني اول الكتب تقولوا للناس ناس ما تعرف وحنبلي البخاري حنبلي منبلي ايش ما ادري سني سني حتى السنه يعرفون اننا نقرا من كتبهم الصحيحه. مسلم السني هذه كلمه سني تكرر الحنبلي لان مسلم حنبلي
زين. هذا السبب يا جماعة، ومذكور عندكم السبب، ولكنكم تتغافلونه أو تتجاهلونه عن علم أو عن دون قصد، فهذا بينكم وبين الله. ولكن الدليل هو أن لا يحق لشخص، أبقى يا أبو علي، شخص في سلطانه. أبقى يا أبو علي، أبقى يا تفضل أخونا، أفضل ما قلت.